السلام عليكم أحبتي متابعي قناة كارتون شو. أهلا وسهلا بكم. اليوم راح نتعلم طريقة شلون نجيب لنا 3D صورة 3D ناخذها من الآيكلون ونجيبها للأنمي ستوديو. نفتح برنامج الآيكلون ونجيب لنا شخصية من الشخصيات اللي عامليها بالكوستيم. نروح كوستيم، هاي شخصية أهداها لنا أحد أصدقائنا مشكور، وهو هدية لنا يعني سواها، وهي أنت بإمكانك أن تصنعها في برنامج الآيكلون. هذه إذا تلاحظها هذه هي الشخصية. طبعا هاي الشخصية بها عيون وبها فم وبها أنف وبها شارب. راح نرفع ذني عنهن كلهن، ناخذ الوجه بدون كل شيء، ندخل على سينز احنا تعلمناها، نرفع محتويات الوجه الهيد يعني الرأس، يعني هاي لاحظ القبعة شلناها، العيون نشيلها، نشيل الحاجب ايضا نرفعه، نرفعها منها من هاي العلامة العين اللي تطلع عين اذا تلاحظها هي هذني. الانف نخلي لان ما عندنا انف بالانمي ستوديو، يعني اول رسمه نقدر نرسمه رسم بس راح نخليه احنا. هذا الفم راح نلغيه بعدين. هسه الشادو اللي تلاحظه جوا نرفعه منه، يعني مو من الاولى، من الكي اسمها رفعناه. هسه ما بي شادو بالارضيه حتى لا. الان نعدل اليدين، نعدل الايد، الايد صايره جانبيه نقدر بس ننطيها، ندخل على موشن، ندخل على الموشن وندخل على الإديت موشن لاير ونختار الإيد، ومن أداة التدوير ندورها، ندور هاي الإيد نعدلها نخليها للأمام. لاحظ العظام باينة. سنجي لليد الثانية نختارها من هذا النموذج ونخليها مقلوبة او نخليها عدل يعني بس نعدلها. هسه اذا تلاحظ هذا هو، هذه هي الشخصيه اللي راح ناخذها احنا. طبعا ناخذها كصوره، احنا راح ناخذها صوره. هذه نجي رندر، نقول له رندر ايمج، والرندر ايمج بي ان جي، ونقول له اكسبورت، ونعطيها اسم، نعطيها اي اسم، ونقول له سيف بي ان جي. لاحظ انها بي ان جي، يعني خلفية ماكو، هي هاي الصورة اللي راح تجينا، هاي الصورة راح تجينا. هسه نروح نفتح الفوتوشوب ونقلها اوبن، ونجيب شخصيتنا اللي احنا اللي هي هذه الشخصية، نخليها في المنتصف، نجيبها بالمنتصف. الآن عملية تقطيع، يعني نقطع اليد ونقطع الساق ونقطع البودي ونقطع الرأس، عملية تقطيع وتعديل، يعني تعديل. هسه لاحظ هذه اليد، احنا نقطع يد واحدة، واذا تريد تقطع يدين اقطع يدين، بس احنا للسرعة راح نقطع يد واحدة ونسوي لها كوبي، نسوي لها اثنين، احنا نقدر نسوي هنا اثنين، يعني نقطع اليد الثانية لان الهاند مالته الكف يختلف عن الكف بهذه الصورة. لاحظ احنا راح نقطع الرأس، بس حاول ان ما تاخذ زايد. لاحظ هسه احنا اخذنا شويه بها زايد، نعيد العمليه، نعيدها، او نقدر ناخذ زايد مثلا ونضيف لها، يعني نضيف لها لون من نلونه بالفوتوشوب. هذا الزايد اذا تلاحظه ناخذ الزايد حتى لا يسبب لنا مشكله. نرجع على الصورة الرئيسية، هاي الصورة الرئيسية احنا محددينها كنترول اكس وبعدين كنترول في، كنترول في. لاحظ سويناها كنترول في يعني لصقت. هسه نحاول نعدل بالاسفل اذا نحتاجه، او احنا يعني انت تقدر ما تحتاج تعدل، يعني تحتاج مو بالضرورة تعدل. احنا قلنا نريد نضيف بس مو بالضرورة نضيفها،
بهاي الطريقه الاضافه، يعني تريد تضيف حتى تصير اسفل البودي، اسفل البودي ولا يطلع قطع واضح. بالله انت بالتلوين بعد لون، انا راح ما نحتاجها احنا، هذا ما راح نسويها، بس شويه نمسح زيادات بالراس منا زياده، ومنا هذه الزياده الثانيه. اوكي هسه هذا الراس كمل. نختار جزء اخر. الان لاحظ انت من تجي للاداه تكون الاوبسيتي مالته مو على الصفر. هذا البودي ناخذه كله كامل، ما انقطعه قطعتين، هذا البودي قطع كامل. لاحظ نرجع على الصوره الرئيسيه، نقول له كنترول اكس كنترول في، وهذه تركبت الان. نرجع على الصوره، الان ناخذ ساق واحده ونعدل بيها، ونسوي لها كوبي، نسوي لها دبل كيت واحده. نرجع على الصوره ونقول لها كنترول اكس كنترول كنترول في، بس نجيبها هي هذه الصوره، هذه ننزلها لاسفل بواسطة السهم الأسفل ونسحبها. لاحظ احنا نحتاج لها تعديل، نعدل بها، نختار اللون، نختار هذا اللون، نختار الفرشة، نكبرها بحيث نخليها تسوي حجم أكبر، نختار اللون الثاني لأن هي بها شدة ولونين. نختار اللون الثاني اللي هو هذا الشادو ونقلل الفرشات. اوكي هسه هذه نرجعها الرجل الساق، هذه رجعت. احنا راح نسوي لهن دبل، نسوي لهن دبل. هسه هذه الساق راح نقللها دبل كت لاير، وهذه وحده. بعد الايد احنا اليد ما سويناها، يد ما سوينا هذا الدبل كيت لاير. اوكي هذه جبناها، خليها هي الشكل. طبعا هسه نلغي هذا الصوره الرئيسيه اللي جبناها، نلغيها بها زيادات ونحفظها. طبعا لازم نعدل احنا على الفم، على الوجه، نلغي الفم يعني باللون، انت تقدر تلغيها. هسه هاي ننطيها اسم. اوكي نروح هسه برنامج الانمي ستوديو هذا، ونقول له نيو، ونجيبها ايمج، نجيبها ايمج، نروح وين حفظناها هسه، هذه اذا تلاحظ اجت. راح نقلب اليد قلبناها. هسه جهزت هسه. هسه راح نسميهن ذني كلهن، نسميهن كل وحده نسميها، يعني ليفت هاند ليفت رايت، نسميهن كلهن تسميه. بالمناسبه احبائي، احنا فتحنا قناه خاصه للتحشيش اسمها قناه حجيه كشمشه، هذه فقط يعني للتحشيشات، وهذه راح تبقى قناه للتعليم، يعني قناه للتعليم ننزل بها تحشيشات، بس التحشيشات الرئيسيه راح تصير بذيك القناة إن شاء الله. هسه كمل، بس نعدل بمواضع الساق واليد، نعدلهن. اليد جيبها خلف البودي، خليها اليد خلف البودي دائما. هذه اليد سويناها، لاحظ إذا أرفعها أعدلها، أنت عدل شلون ما تريد. ذني نخليهن جوا البودي، تحت البودي صيرا، هذا اللي تحت البودي صار. لاحظ انه نرجع اللاير، طبعا هسه راح نجيب من فايل امبورت راح نجيب الفم اول مره، العين جبناها، هذه العين جبناها، هذه العين
وأيضا نجيب الفم ونجيب شوفها بالمكان ما جاي تضبط عندي جاي تقلب مقلوبة يعني راد لها شوية دقة. بس هذه الصيام مأثر علينا احنا كل رمضان وانتم بخير ان شاء الله عساكم عوادة. شوية الصيام مأثر علينا ليش هسه هذه العين لاحظ هسه راح نفس الشيء من فايل امبورت ونقلب روب ونجيب الفم نجيب نختار لنا واحد من الفم هذا اختاريناه نقول له اوكي حجم كبير طبعا اذا تلاحظه نصغره نخليه بمكان الفم هنا مكان الفم يعني هسه جهز عندنا جهزت عندنا اذا تلاحظ اذا نسوي شغلات نجرب بيهن. هسه نحول هذا الى بون نحول الجروب الى بون ونجي للعظام نختار العظمة الرئيسية هذه العظمة الرئيسية ونجي لعظمة الروت هذه الأولى منتصف البدي وعظمة للرأس نختار عظمة الصدر ونبدي عظمتين لليد يعني حد الساعد لاحظ هاي وحدة وهذه الثانية احنا الإيد ما راح نحركها نختار عظمة الصدر مرة ثانية لليد الثانية هاي وحدة عظمتين يعني هاي عظمة وهاي العظمة الثانية هسه نختار الروت حتى نسوي الساق هذه هم عظمتين للركبة هاي واحد اثنين نختار عظمة الروت الثانية مرة ثانية يعني ونختار وهذا واحد وهاي اثنين وهذا اثنين احنا هذا اللي كلهن شرحناهن ترى هسه كلهن نسلكهن ونقلل منهن الجاذبية مالتهن القوة صار صفر هسه الان راح نربط ربطنا العين وربطنا الفم بعظمة الراس وجاي نربط الراس ايضا نجي الى عظمتي اليد نختارهن اثنين هن ومن بون نختار كريت سموث جوين بون ايضا للعظمة الثانية اذا تلاحظ نجي بون ونقول له كريت ونجي الى البدي العظمتين مالت البدي لازم عظمتين هذا الجوين من نسوي لاحظ اكو دائره تصير اذا تشوف هذه الدائره هي يعني ما يكسر الصوره ما تنكسر الصوره ما تنكسر هسه اذا تلاحظها كملناهن كلهن هسه الكل الربط كلها ربطت اذا تلاحظها اذا نجي احنا على نشوف التحريك يتحركن لاحظ الرأس يتحرك اليد لاحظ شلون تتحرك لان بيها جوين بالوسط ما انت خلال الحركة تعدل طبعا احنا لازم ننزل اليدين خلف البدي ظاهر احنا من ساعة نزلناها بس رجعتها ما اعرف ما اتذكر هسه هي هاي الطريقة يعني طريقة جدا بسيطة بس من تسوي صورة لازم تسويها على طريقة التي بوز يعني الايدين ممدودات الى الجانبين يعني ما يصير الايد بهالطريقة لان الجوين ما راح يصير عندك العظمة ما راح يصير عندك ما تقدر تسوي كريت جوين فانت لازم تصير الصورة تي بوز حتى تشتغلها بالطريقة الصحيحة هذه لاحظة تتحرك بشكل هذا الجوين لاحظة الدائرة هاي الدائرة الزرقاء هي اللي مسؤولة عن اليد يعني ما تنكسر الصورة الصورة عادة إذا تريد تلفها ما تلف بالعظمة لما تلفها لازم على الأقل ما بيها كسرة يعني ما تنكسر ما أعرف شلون هذه هي طريقتنا اليوم وإن شاء الله عجبتكم يعني ولا تنسون يعني أتمنى لكم كلكم تروحون تشتركون بقناتنا قناة حجية كشمشة راح أخلي الرابط أنا هنا راح أخلي رابطها بالمعلومات أتمنى تشاركون لأن نريد نوصل إلى عدد معين حتى
حتى تعتمد هذه القناة، لأن الآن إحنا عندنا مشاركات كلش قليلة، عدد من الأصدقاء وإحنا نشكرهم لأن هم شاركوا بقناتنا الثانية. هذا تحريك، يعني تقدر تحرك صورة بدل لا ترسم. يعني بعض الأصدقاء يقولون إحنا ما نقدر نرسم، إذا عندك آيكلون تقدر تجيبها من الآيكلون، هي شكل تسويها 2D، لاحظ أن الشخصية واضحة، يعني شكلها نفس شكل الـ 3D. يعني ظهرت برامج بالتلفزيون خلال شهر رمضان إذا تشوفون، وهي كلها بالأنمي، لكن مشتغلين الشخصيات أكثرها بالإلستريتر. إلستريتر يشتغلون لها ميش، أكو طريقة اسمها ميش تحول الصورة الـ 2D إلى 3D، يعني تشوفها من خلال الشادو اللي تسويه، يعني الظل اللي تسويه بالوجه بهاي الطريقة. حبايبي بالأخير لا تنسون تشتركون بقناتنا الثانية حجية كشمشة وبهذه القناة، وتقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل قناة كارتون شو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.